التأثير مش الانتشار، التأثير انك تقدر تعمل فرق، تخلي شخص يعمل اكشن بسبب فكرة اقتنع فيها من خلالك. هذا هو التأثير الحقيقي. أنا عرفت عن مبادرة الأردن ضد السرطان، إنه في مبادرة بدنا نجمع فيها تبرعات لمؤسسة حسين للسرطان من خلال تسلق أعلى قمة جبل في الأردن. هي فكرتها كانت إن إحنا نخلق مجتمع واحد أردني كلنا متحدين ضد السرطان، وإحنا كأردنيين كمجتمع واحد باسم مرضى السرطان رح نعمل هذا التحدي إن نتسلق أعلى قمة بالأردن. المرضى لازم يحسوا حالهم مدعومين من جميع النواحي، يعني سواء عاطفياً مادياً، يكون عارفين إنه نحن قلوبنا وتفكيرنا معهم. ومن هون اجت فكرة الجبل، فهي كانت واقفة يعني تضامنية معاهم. خسرت أبوي من كانسر، يعني هذا المرض كتير قاسي، هذا المرض، بس سمعت إنه في كتير مرضى ما بقدروا يدفعوا حق علاجهم، يعني واحد لازم يعمل إشي. نحن عم نحاول نجمع مبلغ اللي هو 140,000 دولار على أساس يروحوا لبداية علاج أحد المرضى اللي على قوائم الانتظار، لأنه إشي فعلاً بده همة ولازم الواحد يوقف لوقفة. الإشي اللي بنعمله هو إرسال هذه الرسالة في طرق مختلفة، تخلي الناس اللي حواليك يأمنوا في هذه القضية حتى يساعدوك فيها وتحقق النجاح، لأنه شخص لحاله ما بيقدر. مرات الناس يفكروا إنه لازم الواحد يتبرع تبرعات كبيرة، لا، حتى لو مثلا ما دعمته بطريقة مادية دعمته بطريقة معنوية، احنا بكل دينار نقدر نعمل فرق، نقدر انت تنقذ شخص، نقدر تنقذ عائلة. تخيل في هذيك اللحظة لما انت ممكن تكون هالحد الفاصل بين انه واحد فعلا يتعالج او ما يتعالج. احنا مجتمع واحد، اذا كل حدا من هذا المجتمع فكر بهاي الطريقة رح نقدر نوصل لهذا التارجت. حسيت انه فعلا صار هذا الوقت اللي احس فيه بالمواطنة، يعني احس فيه انه انا جزء من الاشياء اللي ممكن انها تتغير في البلد. في جهد المقابل، بس لما يكون جهد مقابله حياة هذا شيء كثير كبير. الجبل كجبل تضاريسه مش كثير صعبة، سهل، حلو، تشالنجينج، في مناطق ستيف واحنا ماشيين، وحتى على القمة ديروا بالكم كثير وين عم تمشوا. على الجبل له احترامه عشان هو يحترمنا بنفس الوقت، اوكي؟ ما كثير بيخوف، بالعكس كثير حلو. اهم شيء نطلع وننزل احنا سالمين، هوبفلي الكل بوصل وما بيكون في عندنا اي مشاكل، بس بدنا نحاول قد ما نقدر انه الكل يوصل. بدنا نفيق على الساعة 6 الصبح، بدنا نحاول نتحرك قد ما نقدر على الساعة 7 الصبح نكون بالسيارات، الجيبات راح يكونوا بالباركينج اللي هون، نركب فيهم ونسوق للجبل. المسافة راح تاخذنا ما يقارب الساعتين لنوصل للجبل جوا. انا كانت اول مرة بسمع انه في قمة اسمها أد-دامي، وهي اعلى بوينت او اعلى قمة في الاردن. هو مش بس اول مرة بطلع على أد-دامي، انا اول مرة بعمل هايك بحياتي. أول ما الواحد يشوف الجبل بيكون قلقان شوي، لأنه دائما الواحد لما يسمع أعلى قمة بالأردن بيكون شوي خايف. هي الوصلة لحالها كان إلها هيبة. طلعت على الجبل حسيت إنه إيش الخطة، إنه مين فكر إنه هذا الجبل بينطلع عليه. إحنا هلأ في البيس تبع جبل أد-دامي. جبل أد-دامي اللي هو الجبل اللي ورانا. جبل أد-دامي جبل صعب، سهل صعب، لأنه تضاريس الجبل شوي صخرية وبدها مجهود، وفيها بعض المناطق الواحد بده يكون منتبه وهو عم بتسلق. السهولة تبعته هو ارتفاعه القليل. أد-دامي ولا إشي فيه منطقي، لأنه كله ستيب، بين هو كله جبل هيك واقف وما فيه أي طريق إنه تحسسك إنه يلا منطلع من هون. توقعتها تكون أسهل،
طبيعة جبل أم الدامي كله صخور، أنت عم تتسلق لصخور حتى توصل القمة. كنا لازم نطلع نتسلق ونستخدم إيدينا حتى ببعض مراحل الجبل. أنا حدا رياضي ولكن جد إنها كانت متعبة وصعبة. ما توقعت، كنت خايفة ما أكمل، كنت خايفة أتعب. مليون مليون فكرة إجت بعقلي، مليون فكرة. هلكت بس قاعدة عم بنقطع نفسي وتعبانة وهدو. أنا رياضية، اكتشفت إن لياقة الكلايمينج أنا ما كانت عندي موجودة، وحكولي إنه على قمة الجبل في علم الأردن، فبس طول الوقت وانا تحت بس عم بدور على هالعلم وما عم ببين. بقول لهم وين العلم ان شاء الله بس لو يبين طرفه. طيب ليش انا شايفك عم تبان؟ هاي شيء مش حناخذ بس شوي شوي. وانا عم بطلع ما عم بيخلص، يعني يخلص يلا يخلص، مش قابل يخلص. في ات سام بوينت كنا ماشيين على حفه، يعني في نسبيا وفي جنبنا يعني وادي. فعلا اذا الواحد بس زحلقت رجله عن حجر يعني ممكن عن جد تصير معاه إصابة كبيرة وممكن يوقع، وهي ممكن تعمل لك الأفكت تبع إنه إذا حدا بوقع كل حدا رح يوقع وراه، فأنت بدك تكون عيونك مفتحة لقدام وعيونك مفتحة لورا. فأي ثينك كان البالانس هذا هو أصعب إشي. It was in that last moment لما أنا صراحة كنت بديت أتعب جد استصعبتها وحسيت حالي ما رح أوصل. كنت إنه خلص إنه أنا ما بدي أطلع، أنا خلوني هون. دايمًاك الواحد بيكون قرب يوصل للهدف تحسه رح يستسلم، بس هي هاي بوش، ادفش حالك لتطلع لأنه خلص أنت يعني وصلت. فصراحة يمكن الوسبر الوحيدة اللي بالآخر وصلتني إنه دوت، اللي هي كانت تسكري أنت ليش هون وباسم مين طالعة واللي هم مرضى السرطان. فضلت أحكي هي هاي اللي هي لا تقارن بعذابهم وتعبهم. You can do it and do it for them. أحلى لحظة كانت لما شفنا العلم. لما تشوف العلم وتبلش تقرب عليه أظن كان أحلى شعور، إنه هاي هي القمة، هينا عم نوصل. هاي كانت أكتر لحظة حسيت بشعور من الحماس والراحة، يعني خلص حسيت إنه سوينا اللي علينا. نجاح أي عمل أنت بتقوم فيه هو بتحقيق النتائج المرجوة. دائماً أنا بحكي القمة هو هدف، هي مش مهم الارتفاع تبعها، هو أنك تحقق الهدف. هاي بالنسبة لي هي كانت الأند ريزلت، كانت اللحظة اللي التعب اللي كلنا تعبنا as a team، وصلنا لأر تارجت، وصلنا للهدف، حس حالك عملت إنجاز كتير كبير والمقابل فيه له هدف. أنت مش بس عم تعمل إنجاز لإلك أنا والله طلعت على القمة، ولكن هي لايف تشينجينج لشخص. هلا رح يجي تليفون ويقول له قدرنا نلم تبرعات، اليوم تقدر تتفضل عنا على المركز ورح تبدأ علاجك. It is life-changing. في عنا بذرة طيبة جواتنا، الناس بتحب تعطي، بتحب تدعم. دائماً قيمة العطاء وقيمة الخير أقوى من أي شيء ثاني. ما بتفرق شو تعطي، بس تساعد وتحاول تعطي، لأنه كل ما بتعطي بتاخد. حلو الواحد يفيق with a smile on your face أنك عملت إشي. أنت لما بتحس حالك بتعمل إشي للخير للناس، بتحس أنه أنت بتقدم إشي معنوي صراحة، يعني ما مش قادر أوصفه. تعرف full cycle لما تسكر؟ هي سكرت. نحن we are making life and value, not only making fun. إذا أنت آمنت إنك تقدر تعمل تغيير رح تعمل تغيير، وهذا التغيير رح يكون إيجابي. وكل حدا فينا بيقدر يعمل إذا خصص وقت ومساحة، مش من يومه، من مساحة تفكيره. لما تحس في عندك this infinite and immense presence فيك، بتعطيك ثقة وبتعطيك قوة ودعم داخلي. فعلاً طاقتنا ما إلها حدود، إرادتنا إرادة الإنسان أقوى من أي شيء ثاني. مهما كان تحدي دامك كبير ومش كبير بالقدر أنت شايفه، مجرد أنك تسعى تدق الأبواب وإن دقت لآخر لحظة في باب رح تنفتح إذا ضليت عارف أنت وين رايح. في مقولة بتحكي إذا عزمت على تحقيق شيء فإن العالم بأسره سيطاوعك على تحقيقه. رسالة التغيير بتبلش من كل واحد فينا، لما نحط إيدينا بإيدين بعض نشتغل كفريق إحنا قادرين نعمل إنجازات أكبر، لأنه إحنا بنكمل بعض أكثر ما نعتمد على بعض. I believe لما دائما نكون مع بعض we are much stronger. كل الجهود اللي عملتوها والتبرعات اللي جمعتوها رح تعمل فرق كتير كتير كبير لحياة المرضى. احنا كل شهر تقريبا مركز حسين للسرطان في 81 مريض على قوائم الانتظار عم بستنوا ناس زيكم ومبادرات زي هاي انها تدعمهم انهم يقدروا يبلشوا رحلة العلاج. فجهودكم ما رح تروح على الفاضي، بالعكس رح تعمل فرق كتير كبير. وthank you so much نيابة عن كل مرضى مركز حسين للسرطان. وgreat job everyone. هدفنا الأول والأخير هو علاج مرضى السرطان وضمان استمرارية علاجهم.
وإيد واحدة ما بتزقف، وهاي السنة كمان أثبتنا مع كل حدا إنه إيد واحدة ما بتزقف، وفعلاً الإيدين كلها ضلت معنا، وأكدوا لنا كل شركائنا إنه السرطان على قمة أولوياتهم، وإنه شو ما كانت الظروف الاقتصادية ما رح تمنع الخير، ما رح تمنع العطاء، وما رح تمنع الوقت الحقيقية بجانب مرضى السرطان. كل حدا منا بحب يكون جزء من إشي عظيم. أي تجربة بالحياة فيها جانب روحاني، وجانب روحاني إنه لازم تعطي حتى مقابل. I think جسدنا مبدأ إنه باتحادنا قدرنا نعمل إشي.